بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل كثيرة جدا من المحار الشوكي، وأيضا يوجد عليه طفيليات مثل بكتيريا، ويوجد أيضا فطريات وفصائل كثيرة جدا من المخلوقات الثانية، وأيضا ممكن يكون فيه فيروسات، وممكن يكون فيه وحات الخلية مثل ما تلاحظون. طبعا أنا أنصح الباحثين بدراسة الرخويات بنسبة كبيرة جدا. طبعا هذا المحار يرجع إلى فصيلة من فصائل الرخويات، وطبعا هذا النوع، طبعا هذه المحارة كبيرة جدا، تتغذى على يعني المواد الأخرى التي يعني تكون بجانبها، مثل النباتات البحرية أو المواد السائلة، وتحتاج إلى يعني حماية، إلى مثل القشرة السطحية العلوية مثل ما تلاحظون، يوجد قشرة علوية كونها يعني تساعدها في حماية نفسها، ومنتشرة في يعني جميع نواحي يعني أنحاء العالم. تقريبا عمرها لا يقل عن عمر الأجداد القديمين، لا يقل عن يعني 400 مليون سنة من عصر الديفوني. طبعا ها يوجد لدينا قواقع أيضا مثل ما تلاحظون، ممكن نعرض لكم العينات مثل ما تلاحظون. أيضا تعيش هذه يعني في قاع البحر على عمق 30 متر مع النباتات البحرية، وغالبا عندما تتحسس من أي إحساس بالخطر تقلق يعني الصدفة بقوة جدا بسبب إنتاج مواد لزجة شديدة التحجر بسبب الهواء. طبعا يوجد هنا أيضا عظمة سمكة من العمود الفقري مثل ما تلاحظون. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.